لنبعث برسالة إلى العالم بأننا نخطو بخطوات ثابتة نحو مرحلة التحول الديمقراطي في إطار خارطة الطريق التي تمثل إرادة ورغبة الشعب المصري. نلتقي اليوم بلوك الدولة على مشروع الدستور الجديد، دستور مصر الجديد. إن هذا الدستور حصيلة جهد وإنتاج عقول مصرية وطنية وفريق عمل أبى إلا أن يكون لهذا الوطن كتابه الذي يستحقه. يجد فيه كل مصري ذاته وملاذه ومطلبه الحقيقي الذي أعلنه وأكده شعارا لثورتي 25 يناير و30 يونيو: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. الدستور في مواده الأولى يشير إلى الهوية المصرية، الهوية العربية الإفريقية، أن مصر جزء من الأمة العربية. المادة الثانية الواضحة تماما في استهمال المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وتقوم عليها الحياة المصرية، سواء الحياة التشريعية أو الحياة بصفة عامة. والذي أكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. كذلك ما أشارت إليه أو ما نصت عليه المادة الثالثة عن شرائع غير المسلمين، وهي شرائع واجبة الاحترام مثل كل شرائع إسلامية أو مسيحية أو غيرها. الدستور تحدث عن الدولة، الدولة المصرية وتركيباتها وسلطاتها وفصل السلطات وتفاعل السلطات. الدستور تحدث عن الدولة المدنية. دولة مصر دولة مدنية، حكومتها مدنية، حكمها مدني، وتراثها غني. تراثها بحضارات متتالية متفاعلة، ثقافات عميقة، ثقافة عربية، ثقافة إسلامية. الدستور ينحاز للتعليم ويخصص أربع مواد للتعليم، وإن التعليم يخصص ليه 4% للتعليم، والتعليم إلزامي لحد الثانوية العامة، و2% للجامعات، و1% من النقد القومي للبحث العلمي. إحنا بنتكلم عن الصحة والتعليم بنصل إلى حوالي 200 مليار. أما نتكلم عن مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني في كلمة واحدة، ودي الـ NGOs عموماً لها أربع مواد، سواء أحزاب أو نقابات عمالية أو مهنية أو جمعيات مؤسسات أهلية. لأول مرة في الدستور أن نص على أنه إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون ذلك بالإخطار وتحصل على شخصية أهلية، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي. الدستور انحاز إلى المسنين اللي عددهم أكثر من 9 مليون، وأفرض لهم مادتين: مادة 17 اللي هي حفظت لهم على أموالهم، نمرة 2 مادة 83 خصصت بالكامل لرعاية المسنين اجتماعيا وثقافيا وترفيهيا واقتصاديا وتوفير حياة كريمة ليهم. لابد من المشاركة في الاستفتاء، ولابد من المشاركة المكثفة، وكذلك أن يكونوا نعم. هل هناك تأمين لهذا الاستفتاء؟ لازم ضروري. بدأوا الجميع أنهم يقولوا نعم، لأنه الدستور كبيرة لهم ومصالح هائلة لم تكن موجودة من قبل، وصيانات لم تحدث قبل ذلك في أي دستور لهم. للكل هذا دستورهم، ولا تستمعوا إلى الافتراءات والأكاذيب والكلام اللي يقال على غير أساس. أمامكم الدستور المكتوب وأمامكم المسجل في التلفزيون المصري، روحوا شوفوا هل في كلمة واحدة كتبت على غير ما قرأت وتم التصويت عليها. نتحدث